صباح الخير غرازيلا، صباح الخير أسامة، ومرحبا بكم مشاهدينا. العالم بعد كورونا هو عالم مختلف تماما عن ذلك الذي عشناه قبله. وإذ أظهر كوفيد-19 سلوكيات جديدة في 8 مجالات حياتية رئيسية هي العمل والتعلم والحياة المنزلية والاستهلاك والاتصالات والمعلومات والتنقل والصحة والرفاهية، فإن قطاع التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي شهد قفزات كبيرة خلال الجائحة، حيث شهدت وظائف التسويق الرقمي ارتفاعا بنسبة 71% في نهاية عام 2020. وأظهرت وظائف منصات التواصل الاجتماعي بعضا من أعلى معدلات النمو. مريم يوسف، المؤسس والمدير لشركتي بيكسل وفلاش باك، بدأت خطواتها في مشروعها الرقمي قبل الجائحة بست سنوات، لكنه ازدهر خلال العام الماضي حيث تغيرت حاجات السوق كما تغيرت أشياء كثيرة في حياتنا. صباح الخير مريم. صباح النور منال، شخبارك؟ تمام الحمد لله. بنظرة استشرافية، بدأت مشروعك الرقمي في عام 2014، صح؟ طيب شو غيرت الجائحة؟ كل شيء. هو تشوفي يعني التسويق الرقمي أو الناس يعني كانوا يستخدمون الأشياء الرقمية والإنستغرام والجوجل سيرج، يمكن ممكن نقول يعني في السنوات العشر اللي طافت، بس طبعا مع الجائحة ومع كورونا وكل هالأشياء الناس صارت يعني تستخدم الموبايلات والإنترنت أكثر من أي وقت يعني شفناه قبل. فحين صارت الشركات ملاحظة أن يعني في ديماند وايد حق هالشيء، لازم يكونون أونلاين، وإذا ما كانوا أونلاين الناس ما بتعرف عنها. طب الإمارات هي الأولى إقليميا على مؤشر المعلومات والاتصالات، هذا الشيء قديش ساعد عملك؟ أكيد وايد ساعد هالشيء. يعني إحنا ملاحظين إن يعني بس أنا أعطي إكزامبل على يوتيوب مثلا، فوق 91% من الناس يدخلون على اليوتيوب على الأقل مرة واحدة في اليوم، فهاي في الإمارات بالذات. فأكيد يعني في people are a lot more inclined to use digital، أو يعني الناس تستخدم digital أكثر من أغلب الدول في العالم. طب لماذا بيكسل؟ لماذا سميت الشركة بيكسل؟ هل يعني هذا الدقة في العمل؟ أكيد دائما في دقة في العمل اللي نسويه، بس بيكسل هو يعني عبارة عن خلنا نقول أصغر شيء ممكن يكون في الإنترنت هو البيكسل. طيب كمان رح أسألك على موضوع التسويق الرقمي، إذا بدنا نقارن بين الديجيتال ماركتينج والأوفلاين ماركتينج، شو هي المزايا اللي بيتميز فيها الديجيتال ماركتينج عن غيره من أنواع التسويق التقليدي؟ أوكي، ديجيتال ماركتينج أول شيء هو ممكن أن توصلين ناس أكثر من الأوفلاين ماركتينج أو التراديشنال ماركتينج. فعلى التراديشنال ماركتينج يعني خلنا نقول أن في حتى لو في شيء يعني بيلبورد على شارع الشيخ زايد وشيء عود، يعني في بيكون الناس اللي بتوصل له هاي البيلبورد وايد أقل من الديجيتال ماركتينج. هاي أول شيء. الشيء الثاني، في شيء اسمه استهداف على الأونلاين ماركتينج، فممكن تشوفين شو البروفايل بالضبط مال الشخص اللي أبي أوصل له. فخلنا نقول يعني في شركة تبيع مثلاً clothes for babies أو ثياب يعني حق الأطفال كمثال بالضبط، فإحنا عارفين إن نبي نوصل أو نبي نستهدف الأمهات بالذات، ونعرف يعني شو الـ age group بالضبط اللي نبي نتوصل له. فمن خلال هالشيء نقدر نستخدم الانستغرام والجوجل سيرش ويعني many different tools عشان نتأكد ان المسج يوصل بالذات حق هاي الناس. هاي استراتيجية يعني جدا مفيدة بالتسويق. هناك استراتيجيات أخرى في الأونلاين أو الديجيتال ماركتينج يعتمدون على المؤثرين أو على المحتوى، أي استراتيجية ركزت عليها أكثر؟ إحنا تشوفي أول شيء نسويه لازم نشوف شو هدف الشركة، شو الهدف بالضبط، يعني is it branding only أو يعني في sales. فأول شيء نشوف شنو هدف الشركة. شيء ثاني لازم يعني نتأكد أن الاستراتيجية is very strong، يعني الاستراتيجية أهم شيء. يعني ما يصير بس نقول أوكي خلاص بس بحط دعايات في الانستغرام وخلاص، لازم نشوف شو البجت اللي بنحطه على الدعايات، على أي منصات بالضبط بتكون المنصات الصح حق هاي الشركة. ففي وايد أشياء مختلفة لازم نشوفها يعني قبل لا نشتغل ويا العميل أو ويا الكلاينت. بخصوص المحتوى، طبعا المحتوى بعد وايد مهم، فلازم يعني الشركات تتأكد أن المحتوى
يعني تريبريزنت الشركة بالضبط. يعني الشركة what does it represent بالضبط. فالشيئين وايد مهمين. تمام. بالنسبة لبدايتك بديتي بتدرب عبر منصة مهارات على جوجل، وهلأ أنت مدربة صح على هاي المنصة. أحكي لي صح على هالتجربة، وهل بتشجعي على التدريب أونلاين؟ 100%. فبس ببتدي يعني أتكلم شوي عن الباك جراوند أو الشي اللي صار. أنه أنا كنت أشتغل ويا شركة جوجل هني في دبي، وطبعا تدربت وياهم، ومع الوقت ابتديت أكتسب مهارات مختلفة على الأونلاين ماركتينج. فحين إحنا عندنا شركة جوجل كعميل، وطلع عندهم بروجكت جديد اسمه مهارات من جوجل، هم يدربون فيه، وهاي المنصة completely free، مجانية، أي واحد يقدر يدخل يعني عليها. يعني نشجع المشاهدين حتى ممكن يطلعوا عليها ويستفيدوا طالما هي free. بالضبط بالضبط، أي واحد يعني يقدر يدخل على هاي المنصة ويبتدي يدرب روحه على الديجيتال ماركتينج. فبكون عندنا جوجل كعميل، تكلمنا وياهم إن نبتدي مشروع إن إحنا ندرب الناس من خلال هاي المنصة نفسها. فإحنا نشتغل directly مع مؤسس الشركة أو مدير التسويق من خلال هاي البرنامج، ونسوي training أو تدريب حق يعني شركات مختلفة من خلال مجالات مختلفة. وفي السنة اللي طافت دربنا 25 شركة، وإن شاء الله هاي السنة بعد بندرب 25 شركة. في اهتمام بهالفترة بهذا النوع من التدريب. بالضبط. ترى أول ما ابتدينا هاي التدريب ما كان virtual، يعني كنا ندرب الناس في المكتب، لأن ابتدينا أظن في بسبب الجائحة. بالضبط. يمكن صار يفضلوا أكتر يكون التدريب أونلاين أو أكيد عن بعد. أكيد. فصار كل شيء virtual، كل شيء عن بعد، وابتدينا يعني ندرب الشركات عن بعد من خلال هاي البرنامج. طيب شركة فلاش باك ترقمين الذكريات، كيف ترقمنون ذكريات الناس؟ ففلاش باك طبعا ابتدت الشركة من بعد الجائحة، فأنا شريك مؤسس يعني في هاي الشركة، ولاحظنا تعرفين يعني الكل كان قاعد في البيت، وابتدت الناس يعني تدور أشياء في البيت تسويها. فلاحظنا أن يعني الكل عنده بوكس أو في يعني في محل مخصص فيه ألبومات وفيديوهات قديمة معرضة للتلف. يعني بالضبط هاي أكبر يعني أكبر مشكلة. لاحظت أنا يعني يوم كنا نطالع الصور اللي عندنا أن بعضها ابتدت تخترب شوي. بس الشيء الثاني أن الفيديوهات عندك أشرطة فيديو، بس ما تقدرين تشوفين شنو موجود عليها، لأن ما حد الحين عنده VCR وما حد عنده الجهاز اللي يشغل هاي الفيديوهات. فقلنا أن نبي يعني نساعد الناس أن يحافظون على هاي الذكريات، لأن حتى أشرطة الفيديو مع الوقت تبتدي بعد يعني تخترب بخصوص هاي الماجنت اللي فيها. فابتدينا يعني نسوي هالشيء ونساعد يعني العائلات ان تحافظ على ذكرياتهم. حبيت الفكرة كتير، وبشكرك لوجودك معنا اليوم مريم يوسف، المؤسس والمدير العام لشركتي بيكسل وفلاش باك. شكرا. وشكرا مشاهدينا لمتابعتكم، وعودة الآن إلى الزملاء أسامة وغرازيلا.